الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 14 درجة مئوية، الملموسة 13، رطوبة 67%، والرياح تكون خفيفة السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأها شمالا، طقس مستقر وصافي في عموم المنطقة الشمالية، إربد 28 إلى 17، المفرق 29 إلى 18، جرش 27 إلى 16، عجلون 26 إلى 16. المنطقة الوسطى البلقاء 28 إلى 20، العاصمة عمان 27 إلى 19، الزرقاء 29 إلى 18، مأدبة 28 إلى 18، والبحر الميت 33 إلى 24. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 25 إلى 16، الطفيلة 25 إلى 19، الشوبك 24 إلى 18 مع عين 30 إلى 17، أما العقبة 34 إلى 25. المنطقة الشرقية رويشد 34 إلى 19، الصفاوي 34 إلى 18، والأزرق 34 إلى 19. إلى اللقاء.